الحقيقة القرار هذا من ناحية قانونية معدوم، معروف أن المعدوم قانونا يعني، حتى لا يحتاج القرار المعدوم كما استقرت قضاء المحكمة العليا، استقر عليه قضاء المحكمة العليا أنه لا يحتاج حتى إلى حكم لإبطاله. كل الجهات وكل السلطات وكل الأفراد وكل من يعنيهم الأمر يستطيعون الامتناع عن تنفيذه. ليش معدوم؟ لأن هناك عدوان جسيم أو عدوان على سلطة أخرى. عندما يكون العيب عدم الاختصاص بسيطا بين جهة إدارية وجهة إدارية يتنازعان، هذا شيء يعني ممكن يكون يحتاج إلى فحص من القضاء ويحتاج إلى قرار أو حكم قضائي بإبطال بعد التأكد من أنه صدر من غير مختص. لكن هذا القرار صدر عدوانا على السلطة القضائية. هذا الشخص هذا يحاكم الآن أمام المحكمة العليا، صدر في حقه حكم بالإعدام، ووجوبا ينص القانون على ضرورة الطعن حتى من النيابة التي يعني ليس لها مصلحة يعني كخصم في الطعن، أوجب عليها القانون حتى لو لم يطعن المتهم أو المحكوم عليه، وأوجب عليها يعني لضمانات أحكام الإعدام خاصة عليها أن تطعن أمام المحكمة العليا. الآن قضيتها منظورة أمام المحكمة العليا، أمام دائرة من دوائر النقض الجنائي في المحكمة العليا. والمحكمة لابد أن يكون لها سلطان على المتهم، تجلبه متى تشاء وتستدعيه متى تشاء، هذا هو الأمر المتاح. احنا في سابقة كان فيه ليبي مسجون ومحكوم في تونس، وكانت هناك مساعي حميدة من رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف بمحاولة، اتصل بالسيد المنصف المرزوقي وقال له نبو عفو عليه، هذا عائلته تعبانة، فترجاه قال له حاضر أني نعفو عليه، لكن لأنه طاعن في الحكم، هو محكوم ب15 سنة، قال هو طاعن في الحكم الآن في ولاية القضاء، ما نقدرش نتدخل كسلطة تنفيذية في شأن القضاء، لابد إما أن يتنازل عن الطعن متاعه ويصبح الحكم فيه نهائي وبات، وبالتالي يخرج من سلطة القضاء ويتدخل رئيس الدولة بالعفو عنه، أو ينتظر ربما يطلع حتى بريء. الشاهد في هذا أن ما دام المتهم تحت أو يعني تحت سلطة المحكمة والإجراءات القضائية سارية في شأنه، بشأن فحص قضيته واستخراج أو استنتاج ما إذا كان بريء أو مدان أو يستحق الإعدام أو لا يستحق، يستحق عقوبة أخرى، هذا لا يستطيع أحد، لا رئيس الدولة ولا وزير العدل ولا النيابة العامة أصلا، حتى المتهم في جنحة لما تحول قبل لا تحول النيابة العامة تستطيع أن تفرج عنه، لكن بمجرد ما تحيلها النيابة إلى المحكمة وهو محبوس لا تستطيع النيابة أن تفرج عنه. هذا عدوان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ولا يجوز، وهذا القرار معدوم ولا يجب، ويجوز مخالفته وأن يضرب به عرض الحائط، لا يحتاج حتى إلى طعن. هذا عدوان من سلطة تنفيذية على سلطة قضائية.